وينضم معنا من مدير مركز التنمية الاجتماعية في منطقة حيل السيد سعد الصعب. سيد سعد، بداية مساء الخير وأهلا بك. دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للجمعيات الخيرية في منطقة حيل بخمسة ملايين ريال من حسابي الخاص، وهذا المشروع أتى استكمالا لدعم الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، ما تعليقكم؟ أولا مساء النور لك ولجميع المشاهدين. الحقيقة هذا ليس بمستغرب على حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذا الدعم السخي للجمعيات الخيرية على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية، كل هذا من أجل رغد ورفاهية المواطنين. الجمعيات الخيرية ولله الحمد تحظى بدعم قوي وسخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، أيضا من خلال دعم وزارة العمل سنويا بمبالغ ضخمة لدعم برامج وأنشطة هذه الجمعيات من أجل المستفيدين منها من خلال تطوير وتدريب المستفيدين والمستفيدات الجمعيات الخيرية. نعم سيد سعد، يعني بعد هذا الدعم الخيري لجمعيات حائل الخيرية، ما الذي سيستهدف من تطوير وتأهيل وكذلك إعداد برامج لهذا الدعم لكل المستفيدين في المنطقة؟ الآن توجه الدولة عز الله وأدام الله رؤية المملكة 2030 اللي هو التحول من الرحوية للتنموية، الاعتماد على الذات بالنسبة للمستفيد من الجمعيات الخيرية، دائما وأبدا التركيز على النوعية من خلال البرامج والأنشطة للمستفيدين، وليس فقط دعم مادي أو دعم عيني للمستفيدين من الجمعيات الخيرية على مستوى منطقة حائل بشكل خاص أو مستوى المملكة بشكل عام. نعم، مدير مركز التنمية الاجتماعية في منطقة حائل السيد سعد الصعب، شكرا جزيلا لك.